السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ السلام عليكم أخوة أخوات طلابنا وطالباتنا، هل الصوت واضح؟ رهف الصوت واضح؟ دخلت معي الآن في أشوف في المجموعة الآن، رهف رهف هل الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ الحمد لله. حياك الله، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا، أهلا بالطلاب والطالبات الأبطال، أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بالطلاب والطالبات الأبطال، أهلا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، الله يحييكم جميعا، أهلا وسهلا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أهلا وسهلا، حياك الله يا ثامر، شلونك يا ثامر؟ ما شاء الله، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، يا هلا يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، الله يحييكم جميعا. ها كيفكم بعد الأسبوع الماضي؟ كيفكم بعد محاضرات الأسبوع الماضي؟ الله يحييكم جميعا، الله يسلمكم أنتم، أنتم الخير والبركة، الله يسعدكم جميعا. كيف ريادة الأعمال معكم؟ كلكم إن شاء الله، كلكم إن شاء الله ناويين على عمل حر بإذن الله عز وجل، بعدين تحل لكم عمل حر بإذن الله. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله. اعذروني أنا تعبان شوي، يمكن الصوت والتفاعل ما يكون مثل العادة، تسامحوني على أي تكسير، الله يسعدكم. لا بشرك بخير وعافية، بخير وعافية بشركم، بس قد يكون التفاعل مو مثل العادة، حاول بإذن الله عز وجل أن تكون الأمور الله الشر ما يجيكم جميعا، الله يجزاكم الجنة ويرحم والديكم. قد يكون الصوت شوي أو التفاعل مو مثل العادة، سامحوني على أي تكسير، الله يسعدكم. بس مع تغير الجو الله يجزاك الجنة، لا بشرك أموري طيبة، بس اللهم يعني شوية وقت إن شاء الله والأمور طيبة، الله يجزاك الجنة، الله يجزاكم الجنة جميعا، الله يرحم والديكم أبدا ما قصرت. وش الآن طيب، وش الخصائص؟ يقول لك في خصائص مميزة لريادة الأعمال اللي هي تسمى شمولية الرؤية. وش يقصد فيها؟ هل يقصد فيها أنه رائد الأعمال يحب الشهرة، ولا أنه يمارس جميع وظائف الإدارة، ولا أنه يغطي كافة جوانب المشروع، ولا يخدم جميع الأسواق؟ شو الإجابة الصحيحة؟ في خاصية مميزة، ممتاز يا رهف، ممتاز ممتاز جدا. إذن معنى شمولية الرؤية أنه رائد الأعمال يغطي كافة جوانب المشروع، تمام؟ هذا أخذناه من قبل، تشوفون رائد الأعمال يحاول يحط الفكرة ويحاول يحللها والجوانب المالية، فلذلك إنه نقول إنه شمولية الرؤية هي خاصية لرائد الأعمال، ويقصد فيها إنه يغطي كافة جوانب المشروع، تمام التمام؟ تمام التمام، هذا لازم يعني تفهمونها صح يا إخوة أخوات، الله يسعدكم، واضح؟ واضح؟ واضح؟
الله يسمع. واضح؟ تمام تمام الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. طيب احنا اخذنا في اشياء عن رائد الاعمال، هل هو رائد الاعمال عالم ومخترع، ولا هل هو وسيط بين المنافسين والموردين، ولا هل هو وسيط بين البائع والمشتري، ولا هو عامل التغيير في البيئه؟ ايش رايكم؟ وش رايكم؟ وش رايكم؟ عامل لايش؟ للتغيير. ممتاز يا رهف، ممتاز يا ثامر، اوكي ممتاز البندري، ممتاز 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 ممتاز. اذا هو رائد الاعمال، العباره الصحيحه انه عامل يحب التغيير في البيئه، بيئه العمل، ما يحب التقيد بالانظمه البيروقراطيه، يحب عنده التفكير والابداع. صحيح. طيب اعطونا مثال عليها، اعطونا مثال. انتم ساره وعائشه وثامر، وين ابراهيم؟ ابراهيم دخل معنا في الغرفه ولا لا؟ ابراهيم دخل في الغرفه ولا لا؟ دخل غرفه المحادثه ولا لا؟ ابراهيم ابراهيم دخل. الله يسعدكم. اوكي تمام، يلا علمونا كيف انه عامل للتغيير في البيئه. ابغى اسمع منكم كيف يكون عامل للتغيير في البيئه. كيف علموني. يلا انا ابغى طلاب وطالبات رياده الاعمال هم افضل الطلاب، وهم لابد يكونون افضل الناس بالفكره. كيف يكون رائد الاعمال عامل للتغيير في البيئه؟ تبغون اعطيكم مثال؟ من يقول ايه يعطيكم مثال عليه؟ من يقول ايه؟ الله يسعدكم. طيب خلونا نقول ايوه ممتازين جدا حماس، حتى يعني خليتوني اتحمس وانا مريض، سامحوني بالصوت او بالتعب، لكن باذن الله عز وجل ربي بيعيني. طيب خلونا يعني يفتكر طريقه جديده غير. ممتاز يا نمياء، ممتاز يحب ممتاز يغير الفكره يا ثامر، جزاكم الله خير، اللهم امين. طيب خلونا نقول مثلا عندك الان يحب عامل في التغيير للبيئه، تشوفون كثيرين من الناس تطور المشروعات ويحاول انه يحط فيها شيء جديد. حلو، شوفوا انتم الان الاشياء، رواد الاعمال اللي يحاولون يطلعون منتجات جديده. تعرفون قهوه يتوك؟ من يعرف قهوه يتوك؟ من يعرفها يتوك؟ من يعرف دله العرب؟ من يعرف قهوه ذوق؟ من يعرف هالاشياء اللي تعرفونها ولا لا؟ اي اوكي معروفه تمام. هل تتوقعوا، شفتي هذه عامل للتغيير، تتوقعون ممتاز 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 ثابت. طيب كيف تتوقعون، وش كيف سوى هذا حبوك، كيف سوى عنصر التغيير في البيئه؟ علموني كيف سوى، كيف تعرفون كيف؟ انتم لما تسافرون الان، تلاحظون تسافرون برا في السعوديه او برا السعوديه، تمام؟ انت مرات بعض الدول ما تقدر انك تجيب معك الزنزانيه او تجيب معك او تروح في فنادق او ما فيها افران تسويها. حلو ايوه، سحر الطريقه، ممتاز برافو عليك، سحر الطريقه هذه فقط في الفنادق يحتاج لك ايش؟ قهوه سريعه، ممتاز يا سلام، الله لكم ابطال. تحتاج ايش؟ مريحه، تحتاج معك السخان فقط الموجود في الفنادق وتعبيها وتكون قهوه جاهزه. اذا هذا عامل للتغيير في البيئه. طيب اللي يدعم ظهور رياده الاعمال، خذوا عطاير فايحة بالفندق بس ريحة القهوة العربية قوية ترى وممتازة، الجميع يشبه ترى، مو عشان قهوتنا لكن دائما شنو نحبها، تمام؟ اوكي تمام، يلا خذوا. تبون كذا اختبار عطاير من سؤال او سؤالين، وش رايكم؟ سؤال او سؤالين على ريحة الاعمال. ها متحمسين؟ حتى لو اني تعبان سامحوني، ماني متحمس معكم، لكن والله بحاول انه اعطيكم اياها بالشكل اللي يرضيكم. جاهزين؟ 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 يلا 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 تمام. طب لما اقول لك الان في سلبيات معينه لرياده الاعمال، هل هي انعدام فرص التميز؟ بالطبع لا. هل هي الاستقلاليه مين سلبيه من رياده الاعمال؟ هل هي فرصه تحقيق نجاح؟ لا، فرصه تحقيق نجاح بالعكس ايجابيه لرياده الاعمال. هل هي المسؤوليه الكامله اللي تحملها رياده الاعمال غير سلبيه؟ شوف الشطار ما شاء الله تبارك الرحمن. اذا نقول المسؤوليه الكامله هي من سلبيات ريادة الأعمال. الله يرضى عليكم. سؤال ثاني أبغاكم تجهزون. طيب من الأشياء اللي جاهزين ولا لا؟ ما سمعت، وين الحماس؟ وين اللي يقول إيه جاهزين؟ أبغى الألف دي اللي يقول هات معاه إيه، وين إيه، ممتاز ممتاز. طيب لما أقول لكم في عوامل تدعم ظهور ريادة الأعمال، طيب وش أظن العوامل تدعم ظهور ريادة الأعمال؟ هل هي سهولة الحصول على الربح؟ هل هي سهولة الحصول على الربح عامل لظهور ريادة الأعمال؟ طبعا بالطبع لا، برافو عليك يا ثامر. هل هي تزايد اعداد كبار السن في المجتمع عامل ظهور رياده الاعمال؟ بالطبع لا، كذا لا لا، ابغى اسمع الحماس. هل هي ممتاز؟ لا. طيب
هل هي تحول نحو الاقتصاد الزراعي عامل لظهور ريادة الأعمال؟ بالطبع لا، لكن هل هي الرغبة في الحياة المستقلة؟ الحياة المستقلة يبغى يكون مستقل. يا سلام، ايوه ممتاز، برافو عليكم. اليوم تقريبا تكلمنا عن 4 أسئلة لكم على الطاير، صحيح؟ 4 أسئلة ولا لا؟ 4 أسئلة مني إلي علي، ثامر، سارة، بشاير، نورة، عدوا علي، شفاء، يلا عفاف، أعطونا الأسئلة، أعطونا الأسئلة اللي قلناها لكم، أعطونا الأسئلة اللي تكلمنا عنها أو الأشياء، تكلمنا خصائص شمولية الرؤية، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ممتاز، وتكلمنا عن إيش؟ عن العبارات التالية تنطبق على رائد الأعمال، صحيح؟ إنه عامل التغيير في البيئة، وتكلمنا إنه من العوامل اللي تساعد على ظهوره إيش؟ الحياة المستقلة. تكلمنا من أهم سلبياته إيش؟ يلا أميمة، يلا يلا يا ثامر، يلا يلا يا نورة، وين الناس؟ وينك يا إبراهيم؟ ما دخلت إبراهيم الغرفة حقت المحادثة إلى الآن. جهة الداء اللي المسؤولية، المسؤولية، المسؤولية الكاملة، سلبية من سلبيات ريادة الأعمال. طيب، لما أقول لك إن رائد الأعمال، من منكم رائد إياها؟ من منكم يعتبر نفسه بإذن الله رائد أعمال أو ناوي أن يكون رائد أعمال في المستقبل؟ علمون مين؟ 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 يلا من يقول أنا؟ من يقول أنا؟ أنا كفو، كفو والله، كفو، 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 الله كريم سبحانه، الله قادر، كفو، كفو، الله يوفقكم، كفو. طيب لما تقول إنك رائد أعمال، في صفة من صفاتك ممتازة عائشة بإذن الله، ممتازة ثامر، وين إبراهيم؟ وين الشباب اليوم؟ وينهم؟ وينهم؟ ما سمعنا لهم اليوم. لما تقول أنت من صفات رائد الأعمال إن عندك وضوح هدف، أنا أقصد بذلك وضوح هدف إيش؟ شلون وضوح الهدف؟ علموني شلون؟ شلون تكون عندك واضح الهدف؟ شلون؟ علموني شلون واضح الهدف رائد الأعمال؟ هل إنك ما تعرف شو تسوي؟ طيب، هل تعرف إنه ما تسعى لتحقيق طموحك؟ بالطبع لا. هل ليس لديك تحكم وسيطرة في كل ما تفعل؟ لا. لكن شوف العبارة الأخيرة، لما أقول وضوح الهدف إنك تملك الثقة بالنفس والمثابرة في ملاحقة الهدف، صح ولا لا؟ إيه، إذا لما أقول لك من صفات رائد الأعمال إنه عنده وضوح الهدف، أقصد فيها إيش؟ أقصد فيها إيش؟ أقصد فيها إيش؟ يلا يلا يلا، الثقة، وإنك المثابرة في، ممتاز يا نورة، رهف يا ثامر، في ملاحقة الهدف. أبغى ناس تشارك غير المعروفين دائما عندي. وينكم؟ وينكم يا شباب؟ وينكم؟ وينكم؟ الله يسعدكم، وينكم؟ الله يسعدكم. طيب طيب، ممتاز. طيب، من يقول لي يتذكر نظرية الجذب والتأثير؟ من يتذكرها؟ من يتذكر نظرية الجذب والدفع؟ أنا، ممتاز. من يقول أنا؟ من يقول عندي؟ ممتاز ممتاز. تبون سؤال عليها الطاير؟ أذكركم بيها. تبون راجعها صح؟ تبون راجعها؟ إيه، تبون راجعها؟ طيب، وش اللي يقصد فيها؟ وش يقصد بنظرية الجذب والدفع؟ هل يقصد فيها أن رائد الأعمال شخص ثري؟ بالطبع لا. هل يقصد فيها إنه الأفراد اللي يعيشون على هامش المجتمع، على هامش المجتمع، يتجهون إلى ريادة الأعمال بحكم الضرورة وليس اختيارا؟ بالطبع لا. هل يقصد فيها إنه الطفل الذي ينحدر من أسرة تمارس ريادة الأعمال يصبح رائد أعمال؟ لا لا، بالطبع لا. طب هل مقصود نظرية الجذب والدفع، جاهزين، إنه سلوك رائد الأعمال يحدث بسبب عوامل إيجابية أو سلبية؟ أيوة نعم، كفو والله، كفو كفو كفو. إيش رأيكم في 6 فقرات اللي خدناها اليوم؟ إيش رأيكم فيها؟ إيش رأيكم فيها؟ مفيدة كانت؟ سويت لكم ريفرش شوي؟ سويت لكم ريفرش شوي؟ 6 فقرات كذا اختبرناكم فيها، وما شاء الله جدا أنتم متفوقين فيها. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. بس برضو برضو ما مليت، ما مليت أنا من الأسئلة، ما مليت من الأسئلة. أبغى سؤال على الطاير، ما مليت من الأسئلة، أبغى سؤال على الطاير. مثل ما أقول أعيد وأكرر، سامحوني على التكسير، الصوت، التفاعل اليوم، وبالعادة لكن والله من التعب تغير الجو. إي والله تعب، صريت أني يعني أعطيكم محاضرة بوقت ما على أساس ما يروح عليكم شيء بإذن الله. طيب، من يقول، من يقول الآن وده بسؤال على الطاير كمان كذا، سؤال تفخيم على الطاير كذا، سؤال يسويكم فريش ويربطكم بالمعلومات. تمام، ها سؤال، سؤال كذا على الطاير يسويكم ريفرش. طيب، مين يتذكر المدارس؟ من يتذكر المدارس؟ من يتذكر المدارس؟ تذكرونها؟ من يتذكر المدارس؟ من يتذكر المدارس؟ من يتذكر المدارس؟ طيب، اللي يتذكرها صح يقول لي. ركزت هذه المدرسة على دراسة وتفسير. أكمل لما أكمل؟ من جاهز يجاوب؟ من يقول عندي الجواب؟ من يقول عندي؟ من يقول عندي الجواب؟ من يقول عندي الجواب؟ من يقول عندي؟ من يقول عندي؟ من يقول عندي؟ من يقول عندي؟ من يقول عندي الجواب؟ يلا
في مدرسة ركزت كانت تتذكرون على سلوك رائد الأعمال، تفسر السلوك أنه مركز على على الأداء المبدع الإنتاج لرائد الأعمال. السلوك ما شاء الله، مدرسة السلوكية. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم، تطرقنا لسبع أسئلة. طيب خلونا شوي، ممتاز، برافو عليك. نرحب مرة أخرى بالناس اللي جو متأخرين، طلاب طالباتنا الأبطال في ريادة الأعمال، ونقول لهم أنتم سبب نجاح هذا المقرر، وأنتم الخير والبركة دائما وأبدا. أنتم طلاب وطالبات المقرر، أنتم سبب نجاح هذا المقرر بإذن الله عز وجل. أنتم فيكم الخير والبركة دائما، الله يسعدكم. ورحب فيهم الجو متأخر، وقول لهم طرحنا بعض الأسئلة، طرحنا اللي نسوي لكم ريفرش على الأشياء اللي خدناها، ارجعوا للقاء الحي تعرفونها بإذن الله عز وجل. تمام معاي يا شباب وشباب معاي يا أخوة أخوات معاي تمام إلى الأمور. تمام برضو اللي دخلوا متأخر معانا اعذروني على عدم التفاعل كالعادة، أو انخفاض الصوت أو التعب أو هذا كله، والله من التعب شوي بداية انفلونزا، لكن بإذن الله عز وجل إنه نحاول نتدركها ونعطيكم معلومات بقدر أنتم ما تستحقون أكثر. طيب يلا اللي جو متأخر، الله 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 يجزاكم الجنة، أبشركم أموري طيبة، بس مجرد يعني شوية بداية انفلونزا وتعب وحلق والحلق شوي، لكن بإذن الله ما تعيقنا نقدم لكم المعلومة اللي تستاهلونها. روح أشوف والله يسعدكم اللي جو متأخر، بداية اللقاء في بعض الأسئلة المهمة، تطرقنا لسبع أسئلة، ولعلنا إن شاء الله إذا في وقت نعيدها، أو إذا ما في وقت ترجعون للقاء الحي. تتذكرون شباب، تتذكرون خدنا في المرة الماضية نجاح وفشل المشروعات الصغيرة، تذكرونها يا أخوة يا أخوات، تذكرونها الأسبوع الماضي. ممتاز، تطرقنا للفشل الرسمي وفشل الشخصي، صح؟ يا سلام عليكم، تطرقنا للفشل الرسمي والفشل الشخصي، تمام، وتطرقنا للأسباب الداخلية والخارجية لفشل المشروعات، صحيح يا إخوة يا أخوات، ممتاز جدا، كلكم معي، صحيحين معي، ممتاز، رجعتوا للقاءات الحية السابقة، طيب، رجعتوا خلال الأسبوع الماضي، رجعتوا، ممتاز، رجعتوا لها، كانت مفيدة اللقاءات الحية اللي سجلت الأسبوع الماضي واللي قبله، كانت مفيدة يا إخوة يا أخوات، كانت مفيدة لكم، الحمد لله تستاهلون أكثر، الله يسعدكم، الحمد لله. طيب تطرقنا برضو الأسباب الداخلية اللي فيها مشكلات إدارية وضعف القيادة الإدارية. طبعا أنتم لما تشوفون الآن في أي منظمة يكون في مسؤول معاهم، ويكون في برضو أيضا بعض الموظفين معاه، إذا كان في ضعف قدرة إدارية، هذا وعدم توازن وعدم خبرة وإهمال، الموظف ما يسأل، المدير ما يسأل الموظفين اللي معاه ولا يعتبرهم شركاء له. دائما الاهتمام بالبيئة الداخلية للموظفين اللي معاك سبب داخلي بإذن الله عز وجل، دائما تركز على أن الموظفين اللي معاك يكونون مرتاحين، يكونون مرة مطمئنين معاك، على أساس ينعكس هذا على الخدمة اللي يقدمونها للعملاء اللي معاك. تمام يا إخوة يا خوات، صحيح، لأنه إذا ما ركزت على الموظفين، إذا ما ريحت الموظفين اللي معاك المنشأة الصغيرة اللي معاك، مستحيل هم يريحون العملاء اللي هم معاهم. تمام، إذا عليكم لابد يكون تحرص على إنه تعطيهم الخبرة الكافية، وتبعد عن الإهمال، وتعود دائما تعطيهم الأخلاقيات الجيدة في ريادة الأعمال، تعودهم على الكسب الحلال وعدم الاحتيال. شلو؟ ممتاز. في مشكلات خارجية قد تسبب فشل. احنا تكلمنا عن المسببات الداخليه اللي تسبب فشل المشروعات الصغيره، تمام. الان ناخذ المسببات الخارجيه، قد يكون في ركود اقتصادي، حلو، قد يكون في ايش، في ركود اقتصادي. ايضا من بين المشاكل انه قد يكون في مشاكل تسويقيه، ومشاكل احسنت يا ثامر، مشاكل تمويلية، حلو، قد يكون في برضو عندك مشاكل في نقص المعلومات، قد يكون في منافسة شرسة شديدة، بس الذكي دائما يخلي المنافسة فرصة له انه يبدع. متفقين معي؟ المنافسة قد تخليك تبدع ولا لا؟ متفقين معي ولا لا؟ المنافسة بعد مرة ايوه، لانه ما كان عندك منافس مستحيل انك تبدع، مستحيل انك تطلع افكار جديدة. الله يرضى عليكم جميعا. طيب
أنا أعتقد إنه دائما على طاري الفشل أبغى ناس تقول عندي هالسؤال البسيط. من يقول عندي هالسؤال؟ كفو 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 والله. طيب يحدث هذا، قلت كررت المرة الماضية وبكره، والتكرار يعلم الشطار، ونعرف أنكم أبطال. التكرار يعلم الأبطال. يحدث الفشل الشخصي عندما أخذ تمويل من البنك، طيب أخذ نصيحة من المستشارين، طيب يتم إشهار إفلاس صاحب المشروع الصغير وتتم التصفية الإجبارية. لا 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 أصبر، لا لا لا، يحدث الفشل عندما في فشلين، فشل الشخصي. من يقول لي كيف الجواب؟ من يقول لي يقوم عندما يقوم صاحب المشروع إيش بمحض إرادته بإجراء التصفية الاختيارية لأعمال المشروع وسداد الدين. هنا نقول أنه يحدث الفشل الشخصي. وضحت يا إخوة الأخوات ولا لا؟ الله يسعدكم كرر أسفي، والله يسعدكم على الصوت الغير مرتفع أو الغير متفاعل. طيب هذه بالنسبة، طيب أعيد السؤال. حاضر ما يصير خاطركم لطيب. حاضر أنا أقول عندما هذا كررت المرة الماضية زين ولا لا؟ مو في إجابتين، في إجابة واحدة قلت لكم الأخيرة. متى يحدث الفشل الشخصي؟ يحدث إن شاء الله يسارة، يحدث الفشل الشخصي عندما يقوم صاحب المشروع بإيش؟ أهلا سلمان، حياك الله يا سلمان، أنورت غرفة المحادثة يا سلمان، حياك الله. يحدث الفشل الشخصي عندما إيش؟ يقوم صاحب المشروع بمحض إرادته بإجراء تصفية اختيارية لأعمال المشروع وسداد الدين. وضحت يا سلمان؟ وضحت اللي سأله قال في إجابتي وضحت الآن، هي الإجابة الأخيرة اللي قلت. وضحت؟ الحمد لله. يا سلام يا عبد، ممتاز. حياك الله يا سلمان مرة ثانية، حياكم الله جميع اللي انضموا لنا لغرفة المحادثة، أهلا وسهلا وحياكم الله. يا مرحبا، حياكم الله. طيب قلنا تقريبا الآن ثمان أسئلة تكلمنا عنها، وهي سبيل المراجعة أو قضية ريفريش. وأعيد وأكرر دائما المصدر الأساسي للمراجعة هي اللقاءات المسجلة سابقا واللقاءات الحية. الأسئلة اللي يقولها لكم أو الشرائح هي شيء مساعد وليس شيء أساسي. طيب الصوت واضح. الحمد لله. من دخل متأخر أكرر، إذا كان الصوت مو واضح أو التفاعل مو على المرة الماضية اللي اعتذر وأتأسف، لكن والله معاي تعب شوي، فحاول باللي أقدر عليه أوصل لكم المعلومة، وسامحوني على يكسر الله يسعدكم بجو متأخر. طيب أكيد مهمة الأسئلة، أكيد مهمة. طيب تمام، الله يسعدكم جميعا. طيب في نجاح المشروعات الشخصية في عوامل شخصية، قلنا حنا الآن في عوامل متعلقة بالمنشأة وفي عوامل متعلقة بالبيئة، هذه كلها في سبب في قضية نجاح المنشآت الصغيرة. كيف أنك تتجنب المشروع؟ اعرف مشروعك بعمق، هذا خليك تتجنب الفشل بإذن الله عز وجل. حلو، تتجنب المشروع بعمق، يكون عندك خطة عمل، يكون عندك إدارة، عندك مصادر للتمويل، تحاول أنك تتحكم في هذه المصادر وتعرف بالضبط كيف إنك تديرها، وتفهم القوائم المالية، تعلم إدارة الأشخاص، وتهتم بنفسك، وتحاول تهتم مو بنفسك فقط، بالناس اللي يشتغلون معاك. بإذن الله عز وجل هذه وسائل تعينك على تجنب الفشل. طيب أبغى منكم قصص صارت في قضية وجود الآن بعض المشاريع تجنبت الفشل
مشاريع تجنبت الفشل، حلو، تجنبت الفشل، طيب تجنب الفشل هذا وش تتوقعون؟ اشياء واقعيه شفتوها او سمعتوا عنها، مشاريع حيه واقعيه عندنا في السعوديه تجنبت الفشل بسبب ايش؟ ابغى اسمع منكم يا ابطال، الله يسعدكم، ابغى اسمع منكم يا ابطال. وينك يا ابراهيم؟ وينك يا تامر؟ وينك يا سلمان؟ وين الناس اللي معي؟ وينهم؟ ابغى مشاريع في السعوديه صارت، اعطونا تجاربكم، التطوير، شلون التطوير؟ علمني، اعطني مثال واقعي. اعطونا مثال، او ابغى اوكي، عندنا بالشرقيه عدد اسنان يهتمون بالعميل، فتحوا اكثر من فرع بناء على سمعتهم، ممتاز، سناب شات، تجنب الفشل، نطور في البرنامج، يا سلام، وش الامثله الرهيبه هذه؟ ما شاء الله، وضع خطط مدروسه، اعطي النوره، شلون، كيف الخطط هذه؟ علموني عليها، كيف الخطط هذه؟ الله يسعدكم، علموني، كيف الخطط هذه؟ كيف؟ علموني، اعطونا امثله جميله، عدد الاسنان وسناب شات، ادخال للعميل خدمات افضل، اعطني مثال حي يا تامر، الله يسعدك. أعطني مثال حي. البنوك، ممتاز. شلون تطور؟ شلون جذب العميل؟ ممتاز، يا سلام، جذب العميل. طيب، مدام قلتوا هذه الأشياء، بس ركزوا الآن. بيجيكم شيء على الطاير. وش رأيكم؟ الله، كنت فتح الله، ممتاز، خدمات ذاتية، ممتاز، خدمات عروض، شركات الاتصالات، ممتاز. طب ايش رايكم في اللي صار بشركة نوكيا؟ نوكيا كانت تتطور لكن ما نجحت، ليش ما تجنبت الفشل نوكيا؟ علمونا عن نوكيا، ليش ما تجنبت الفشل نوكيا؟ يلا ابغى اسمع نوكيا ليش الان فاشلة تعتبر؟ يعني في منافسين اقوى لها اسماء، عدم التجديد، اوكي ما تطور، اوكي مستوى التكنولوجي ما تطور حقها، ممتاز، لأنها ارتاحت ما تطورت، ممتاز، مواكبة التطور، ممتاز، لأنها تبغى تكون مميزة. فكيف صار تبغى تكون مميزة وفشلت؟ كيف؟ هل تقارنون نوكيا بأبل؟ لا. طيب شلون؟ شو الفرق؟ ليش أبل تطور؟ ليش؟ طيب ليش؟ علموني ليش؟ لأنها وضعت خطة مدروسة. طيب كيف وضعت خطة مدروسة؟ شلون؟ هواوي، هل تتوقعين هواوي تنافس أبل؟ أكيد، واكبة العصر، متجددة، ما شاء الله، وش الحماس، متجددة. طيب أبل وسامسونج، إيش رأيكم فيهم؟ أبل وسامسونج قريبين جدا، الصراع بينهم كبير، منافسين. أها، من يتذكر القضية اللي صارت بين سامسونج وأبل؟ من كسبها؟ أبل. طيب وش كان العقوبة على سامسونج؟ تتذكرون؟ عقوبة مالية صح، مبلغ مالي، صحيح؟ يا سلام. طيب كيف عوضت سامسونج أبل؟ شلون المبلغ مالي؟ شلون كيف عوضتها؟ كيف المبلغ؟ كيف الطريق كان عوضتها؟ تتذكرون القصة؟ كيف عوضتها وشلون؟ عملة معدنية، برافو يا فيصل، يا منقذ، تحية لك يا فيصل. جابوا صميلات كبيرة جدا وحطوا فيها عملة معدنية صغيرة، يعني كأنهم بيعطون يعوضونهم، بس ايش؟ نوع من الـ السخرية من أبل، عرفتوا شلون يا اخوة الخوات، عرفتوا؟ عملة معدنية، قصدي ما حولوها فلوس كاش، أعطوهم عملة معدنية صغيرة مرة، يعني تعرفون احنا نضايق بس ان العملة معدنية، صح؟ ايوه زي الهلل، ممتاز، شفتوا كيف؟ هذا اللي صار فعلا، وكان فيها فعلا، يعني ملئت فيها فلوس كثيرة، شاحنات كثيرة، وصوروها، وكانت صراحة يعني باعث للسخرية، صراحة جدا جدا كان نوع من السخرية على شركة من سامسونج على أبل عليهم. طيب طيب في سؤال على الطائرة، أنتم جاهزين ولا لا؟ الله يسعدكم، أنتم جاهزين. طيب في سؤال على المشروع الصغير، وفي سؤال على المحاضرة الماضية على الطائرة. طيب إذا قال لك يمكنك إن كيف
لا مو بجاهزين، بس ابغى جاهزين اللي بالالف مره جاهزين، ابغى كذا، ابغى الحماس يطلع، ابغى ايه هات مره مره يا ثامر ايه، ابغى افضل حماس هذا كلكم. ممتاز. طيب اذا قلنا انك تقدر انك تقلل مخاطر البدء بمشروع صغير من خلال ايش؟ هل هو من خلال عدم الاقتراض؟ تقدر تخلي، طيب هل هو تقدر تخلي تقلل مخاطر البدء بمشروع من خلال السرعة في اتخاذ القرارات؟ طيب هل ممكن تقلل مخاطر البدء بمشروع من خلال الاقتراض، اللي تكون اقتراضك مبالغ فيه؟ طيب هل يمكنك تقليل مخاطر البدء بمشروع من خلال اتباع نقاط قوتك واهتمامك؟ يا سلام يا سلام يا سلام. اذا ابغى جواب، يمكنك تقليل مخاطر البدء بالمشروع من خلال ايش؟ اتبع نقاط القوه اللي عندك والاهتمامات حقك. حلو، بالان ماشيين صح؟ ماشيين صح. الله يسعدكم، الله يسعدكم، الله يرضى عليكم. طيب في قضيه انه تذكرون خلنا تكلمنا عن الامتياز التجاري، تكلمنا عن الامتياز التجاري صحيح، انشاء مشروع صغير. طيب بقول عبارات الان، بقول بكري تحبون الاسئله، انتم تحبون الاسئله، الله يسعدكم، الاسئله معاكم 100 100. الطارح تنتبه المعلومه، هذا يدل على حرصكم واهتمامكم، لان تبغون اللي ناخذه تطبقونه بالاسئله صحيح. انا فخور فيكم والله العظيم، فخور فيكم، الله يرضى عليكم ويسعدكم. طيب العبارات التالية أبغى وش اللي ينطبق منها على الامتياز التجاري؟ أبغى وش من العبارات التالية اللي ينطبق منها على المشروع التجاري؟ هل هو عدم سداد القروض؟ هل هو ينطبق على خيار الامتياز التجاري؟ طيب لا. هل هو عدم إمكانية الحصول على تمويل أو تخصيص من مانح الامتياز؟ لا. ممتاز. هل هو عدم مساهمة مانح الامتياز في الإعلان والترويج للمنتجات؟ طبعا لا. هل تقليل الارباح بسبب دفع قيمه الامتياز من المبيعات؟ ابغى التاكيد هذيك، ابغى التاكيد. ممتاز، الله يسعدكم. اذا نقول تقليل الارباح بسبب، ابشر يا فيصل من عيوني، ابشر يا فيصل، ابشر يا فيصل. اذا نقول تقليل الأرباح بسبب دفع قيمة الامتياز من المبيعات هو خيار، هو من الخيارات اللي ينطبق على الامتياز التجاري لإنشاء مشروع صغير. لا إيمان، تقليل الأرباح لا 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 أي نحن تقليل الأرباح لا. أنا أقول معليش إيمان، صحيح إيمان، صحيح صح إيمان، أنا حسبت تقليل، حسبت زيادة الأرباح بس من التعب اليوم قلت لك صح يا إيمان. تقليل الأرباح بسبب دفع قيمة الامتياز من المبيعات، هذا ينطبق على خيار الامتياز التجاري. واضح؟ 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 الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله. لا أيوة أبغى واضح، أبغى الألف والأمور كلها تمام. ممتاز، ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز جدا، ممتاز جدا، ممتاز، ممتاز. هل صعوبة التأسيس من الخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة؟ أجل هل هو المعرفة المحدودة بالعملاء؟ أو كلكم هل هو صعوبة البيع والشراء من الخصائص المميزة؟ طيب هل التجديد والابتكار من الخصائص المميزة؟ نعم 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 نعم. إذا التجديد والابتكار هو من الخصائص المميزة للمشروعات، ارفع صوتك. أنا آسف والله يا سارة، تعبان اليوم ترى، أنا آسف اللي ارفع صوتك، تعبان والله، تعبان مرة ومفلوز وحلقي، بس أحاول بأقصى قدر ممكن. أعيد لك الآن السؤال، أعيد لك السؤال. حنا قلنا نقول إنه التجديد والابتكار هو من الخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة. هل الصوت واضح؟ هل مرتفع ممتاز الصوت الآن؟ هل الصوت الآن ممتاز؟
الحمد لله الحمد لله، الأمور تمام. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، الحمد لله الحمد لله. طيب في قضية الآن الحمد لله، بس يبغالي أتكلم شوي. شو رأيكم الآن فقط؟ طيب تكلمنا عن طيب من فشل يا شباب يا أخوة يا أخوات، تذكرون خذنا هذه حنا ولا لا؟ أسباب داخلية وخارجية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أبغى أسمع صح. طيب من يقول لي؟ من يقول لي؟ مستعدين؟ مستعدين ولا لا؟ مستعدين ولا لا؟ أبغى أسمع. التضخم والبطالة يعتبر من الأسباب الداخلية ولا الخارجية ولا رسمية ولا غير رسمية؟ خارجية خارجية، بطل بطل بطل، خارجية. اللي قال داخلية لا لا، اللي قال داخلية يعيد حساباته. التضخم والبطالة، التضخم والبطالة من إيش؟ التضخم من الأسباب الخارجية، التضخم والبطالة من إيش؟ من الأسباب الخارجية. ركزوا معي الله يسعدكم، ركزوا معي الله يسعدكم، ركزوا معي الله يسعدكم. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. وش يسعدك دكتور؟ ايش قصدك؟ لا لا، ما معذور، معذور يا ثامر، معذور يا ثامر، الله يسعدك، معذور يا ثامر، معذورين كلكم. يكفي حماسكم والله، يكفي حماسكم، يكفي حماسكم، سامحونا على القصور، يكفي حماسكم والله. الحمد لله. طيب احنا تكلمنا قبل شوي عن فشل المشروعات، صحيح؟ طيب هل نبغى بس نشيك انكم فاهمين عليها صح ولا؟ تكلمنا اسباب الفشل، وتكلمنا عنها، يعني تكلمنا عن ايش؟ شوفوا الشاشه اللي قدامكم، جاهزين؟ 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 هذه صح وخطا على الطاير. يساعد إدارة الأشخاص بنجاح في معالجة أسباب فشل المشروعات الصغيرة. بطل ثامر، بطل 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 بطل، ما شاء الله بطل، ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، الله يرضى عليكم، ما شاء الله تبارك الرحمن، جد واجتهاد ما شاء الله. طيب في قضية أسباب الفشل برضو تكلمنا عن قضية تذكرون الجهات الداعمة اللي خدناها المنشآت الصغيرة، أتوقعون أنها سبب فشل ولا لا؟ ولا سبب دعم وجودها؟ لا صحيح، هي بأسباب فشل، هي بس هي داعمة، هي داعمة. هل تتوقعون أن مثلاً البنوك داعمة ولا لا؟ تتوقعون البنوك داعمة ولا لا؟ الصوت يقطع والآن واضح، الآن واضح، الآن واضح. نورة اللي كتبت الصوت مقطع، واضح واضح الصوت؟ في حد كتب؟ ما أدري كتب يا سلمان أو نورة، والله مكتوب. لا لما نقول ثامر في البنوك عموما، اول شيء خلينا نشوف الصوت واضح ولا لا. في واحد او واحده كتبت الصوت واضح، بس يمكن تلقاني ما اتكلم بسرعه لاني في من التعب. والله واضح الحمد لله، الحمد لله، وسامحونا على القصور، سامحونا على القصور، الله يحفظكم. طيب اذا طيب يعني البنوك متفقين انها داعمه، طيب اذا كان داعمه، إذا لما يجيكم يقول لكم أي مما يلي تعتبر من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية؟ خطوط الطيران، الشركة السعودية للصناعات العسكرية،
شركة النقل البري، البنوك التجارية، البنوك التجارية. يس يس يس، يا سلام 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 يا سلام، ما شاء الله عليكم. أقول ما شاء الله عليكم، ما شاء الله، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم. أعيد أبشر إن شاء الله. لما نقول هل هي الآن اللي يعتبر من الجهات الداعمة؟ طبعا بالطبع مو بخطوط الطيران صحيح، ولا الشركة السعودية للصناعة العسكرية، ولا شركة النقل البري. أجل وشو؟ أجل وشو اللي يدعم الجهات الداعمة؟ البنوك التجارية، البنوك التجارية. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، البنوك، الله يرضى عليكم. طيب بذكركم دائما على، بما أنه حنا في المنشآت الصغيرة ومنصفتها، ودي أعطيكم بشوف، بختبر هل أنتم متذكرين الأشياء اللي قلناها أو لا. ممكن تبون على الطاية كده أختبركم. من يقول عندي؟ من يقول اختبرني وأنا قدها؟ من يقول؟ من يقول؟ ما شاء الله، أنا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. والله أنكم أبطال وترفعون الرأس، دارين بالله حرصكم واجتهادكم، والله العظيم أنكم أبطال وترفعون الرأس ما شاء الله. يعني أنشطتكم وحماسكم وجوابكم، لا والله حرصي بلا إن شفت ناس حريصين أمثالكم ما شاء الله تبارك الله. طيب تذكرون حنا المشروعات، مجالات الأنشطة، مجالات الأنشطة في المشروعات الصغيرة، وشي توقعون هل تقتصر أنشطة المشروعات الصغيرة على ثلاث مجالات فقط، هي الصناعية والخدمية والتقنية؟ لا إيه ذكرتوا، والله أنكم أبطال، والله أنكم بيضت الوجه، والله أنكم أبطال ممتاز. ما تقتصر عليها فقط، لا، إذا تقتصر مجالات أنشطة المشروعات الصغيرة على ثلاثة مجالات، هي المشروعات الصناعية والخدمية والتقنية، صح ولا خطأ؟ خطأ. لا مو صح يا تامر، مو صح يا تامر. تامر وينك؟ تامر اسمعني، الله يسعدك، معك خطأ الجواب. إذن خطأ الجواب، الله يرضى عليك، خطأ. الله يسعدكم. لا ما شاء الله، والله العظيم اللي كنت تحمسون الواحد. أعيد إن شاء الله، لما نقول لك تقتصر مجالات أنشطة المشروعات الصغيرة على ثلاث مجالات، هي المشروعات الصناعية والخدمية والتقنية، صح ولا خطأ؟ خطأ. الله يسعدكم، برافو عليكم، برافو عليكم، الله يسعدكم جميعا، الله يسعدكم. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. في مجالات كثيرة، من يقول مجالات كثيرة، في مجالات كثير كنت تتذكرون الأنشطة، في مجالات كثيرة، في صناعية وخدمية وتقنية، في أشياء زراعية وتجارية، تتذكرونها؟ من يقول نتذكرها؟ من يقول نتذكرها؟ تتذكرونها؟ ها يا بلقيس وضحت الآن سؤالك؟ تتذكرون؟ الحمد لله، الحمد لله. أهلا يا إبراهيم، انضميت يا إبراهيم بس متأخر، أهلا يا إبراهيم فقدناك. افتقدناك يا إبراهيم، الله يحييكم جميعا. بقي الآن دقيقة لعلي أستودعكم الله الآن. ودي من الجميع يطلع الآن، ودي من الجميع الآن يطلع من ونلقاكم الساعة 9 إن شاء الله في المحاضرة الثانية، الساعة 9 اللقاء السادس، الساعة 9 بإذن الله. ودي من الجميع يغادر، الله يسعدكم، ودي من الجميع يغادر، ودي من الجميع يغادر، الله يسعدكم. نلقاكم إن شاء الله الساعة 9، الساعة 9 هي بعد شوي، بعد 45 دقيقة بإذن الله. الله يعافيكم، واجبي ابدا، واجبي. وسامحوني على القصور، سامحوني على القصور، اليوم ما تفعلنا معكم بالشكل الكبير، لكن والله التعب اللي فيني، لكن اليوم تاخر يشوفوا الاول لقاء في اسئله مهمه قلناها. الله يسعدكم، الله يسعدكم. ودي تسوي مغادره، نلقاكم بعد 45 دقيقه ان شاء الله الساعه 9 باذن الله.
أبغى الجميع يغادر لو سمحتوا لي، ما غادر يغادر، عافيك الله يعافيكم، يغادر الآن، أبغى الجميع يغادر، أبغى الجميع يغادر الغرفة لو سمحتوا، غرفة المحادثة، أبغى الجميع يغادر، عبير وراوية وأحمد أبغاكم تغادرون الله يسعدكم، أبغى الجميع يغادر، أبغى الجميع يغادر الله يسعدكم. أبغى الجميع يغادر، عبيد وراوية وأحمد اللي ثلاثة ودي يغادرون،